بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم دكتور أحمد سواح، رئيس وحدة الحالات الحرجة بمستشفى الحسين الجامعي، أحد المستشفيات التابعة لكلية الطب جامعة الأزهر. والحقيقة إحنا جايين النهاردة نتكلم في أحد الجلسات على الاكتشاف المبكر لأمراض القلب لدى الأطفال. الاكتشاف المبكر ده جزء هام جدا وأساسي في العلاج السريع والفعال. الاكتشاف المبكر بيصاحبه تقليل في إمكانية حدوث مضاعفات قد تؤدي إلى مشاكل صحية على المدى البعيد للطفل. وبالتالي دائما الأم حريصة أثناء الحمل بالمتابعة الجيدة، والمتابعة الجيدة بتكون من خلال أخذ تاريخ مرضي كامل للأم. هذا التاريخ المرضي بيبين ما إذا كانت تعرضت أثناء الحمل إلى عدوى ميكروبية سواء فيروسية أو خلافه، وجود أمراض لدى الأسرة سواء أمراض جينية أو أمراض تتعلق في التمثيل الغذائي، والعديد من المسببات التي قد تؤدي إلى حدوث ما يسمى بعيوب خلقية عند الأطفال حديثي الولادة. ثم يأتي بعد كده دور الطبيب، طبيب الأطفال اللي بيستقبل الطفل في اللحظات الأولى بعد الولادة، والحقيقة هي لحظات حاسمة في عمر الطفل، نظرا لأن هذه اللحظات بيتم فيها تغيير دورة دموية كاملة. بيعتمد الطفل على الأم أثناء الرحم، ثم بيعتمد على نفسه تماما. بيترتب على الاعتماد التام للطفل على نفسه تغيرات في الشرايين، تغيرات في الحواجز ما بين الأذنين والبطنين. هذه التغيرات من شأنها ما يسمى استكمال نضوج عضلة القلب والأوعية الدموية. وبالتالي احنا بنشتغل في اللحظات الحرجة التي يتم فيها هذا التحويل. الاكتشاف المبكر لأن هذا التحويل الطبيعي لم يحدث في خلال الأيام والساعات ما بعد الولادة قد يؤدي إلى وجود عيب. هذا العيب الخلقي قد يحتاج إلى علاجات، قد يحتاج إلى جراحات تدخلية سريعة من شأنها إنقاذ حياة الطفل. الدور كبير قوي على الأم إنها لو لاحظت صعوبة في التنفس، صعوبة في التنفس يعني قد يكون في محتاجة طبيب إن هو يعين ما إذا كان هناك صعوبة في التنفس أم لا، لكن إحنا بنعرفها بعدم قدرة الطفل على الرضاعة بصورة طبيعية. يعني الطفل مجرد ما يتناول ثدي الأم بيتحرك بعيدا عنه نظرا لانقطاع النفس وعدم الانتظام، بالإضافة إلى الزرقة. الزرقة ديت إن جسم الطفل بيكون لونه أزرق، وبالتالي دي علامتين أساسيتين في الأطفال اللي بيولدوا وعندهم عيوب خلقية في القلب. يعني في نهاية حديثي بحب أبشر حضراتكم بأن وجود مشكلة ولد بها الطفل ليست هي نهاية المطاف، بل هي بداية رحلة علاج قد تكون قصيرة، وإن شاء الله بالتدخلات العلاجية الحديثة والجراحية الحديثة والتشخيصية المبكرة بنطمن كل الأمهات إن هذه الأمراض أصبحت في متناول العلاج، والطفل يستطيع بعدها إن شاء الله أن يتم شفاؤه ويمارس رياضة ويعيش حياته بصورة جيدة وطبيعية. كل الشكر والتقدير لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.